البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحيحه؟ لاباس. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله. اليوم البنات، بعيدا عن الفلوغات، جيت نشارك معكم هذا المنتوج هذا اللي داير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، ومهم خديته حتى انا وبغيت نشاركه معكم ونعطيكم الراي ديالي فيه. المهم ان شاء الله غادي تعرفوا كل ما يخص هذا المنتوج ان شاء الله على حسب تجربتي انا. اللي بغيتوا تعرفوها غادي نقول لكم، واي حاجه ما ذكرتهاش وبغيتوا تعرفوها عليه فخليوها لي في التعليق. بسم الله على بركه الله. اولا المنتوج كيكون في هذا الشكل، هكا كيكون في هذا الشكل اللي كيتسمى الممحات الكريستال المزيله للشعر، وفيها بزاف ديال الالوان. المهم بحال هكا، انا البنات راني استعملتها وغسلتها ورديتها غير باش نشاركها معكم، غير باش تشوفوها في الشكل ديالها كيفاش كتكون يعني في البدايه. الذهبي صراحه هذا اللون زوين وفيها بزاف ديال الالوان، وهي دايره بحال هذا الشكل. بالنسبه للشكل ديالها زويون وخفيفه، يعني ما ثقيلاش، خفيفه بزاف بزاف. ومن هنايا دايره ملي كدوزي عليها يدك يعني رطبه، يعني ملسه، ماشي ما فيهاش شي حاجه اللي غادي يعني تجرحها كلها. وبالنسبه للراي ديالي فيها البنات، راني استعملتها صراحه كانت واحد النتيجه رائعه، ما توقعتهاش والله، ما توقعت بانها غادي تصدق هكا. يعني كيفاش كنشوفوا داك الاعلانات وداك الاشهارات ديالها بزاف في الانستغرام والفيسبوك وحتى في اليوتيوب، كنقولوا مستحيل يعني شي حاجه غير تدوزها عليك هكا صافي غادي تحيد الشعر. ولكن بعد ما جربتها صراحه كانت النتيجه مبهره، يعني انبهرت في النتيجه ديالها، وخديتها يعني بعيني مغمضين ما نكذبش عليكم. لان دائما حنا النساء كنقلبوا على شي حاجه سهله وهكا يعني لازاله الشعر، واللي عجبني فيها انها خفيفه وتهزيها يعني في الصك ديالك فيما مشيتي. وثاني حاجه الثمن ديالها مناسب جدا عكس الاثمنه البنات اللي كيروجوا ليها في الفيسبوك والانستغرام. يعني اثمنه شنقول لكم راه تريبل ديال داكشي اللي خديتها به. بغيتو تاخدوها سيرو يعني خدوها في المحلات اللي كيبيعوا مواد التجميل، غتلقاوهم عندهم احسن ما تكومونديو عليهم لانهم كيغليو بزاف. مهم بغيت نجرب معاكم قدام عينيكم باش تشوفوا يعني النتيجه. مهم غادي نحيد لكم يعني غير هاد البلايص هكا كما كتشوفوا، هاد البلايص هكا كيكون عندنا فيهم الشعر، غنحيدها قدام عينيكم وغادي تشوفوا النتيجه. بسم الله. هانتوما البنات، ملي كنحيدو يعني ضروري يعني نبركو شويه، يعني ماشي ديري داكشي خفيف كما كيبان لك هكاك في الاشاره، ماشي بديك الطريقه، يعني ضروري ما تبركيش شويه باش الشعر يعني يلصق مع داك الكريستال ويتحيد. صراحه اول مره كناخذ شي حاجه كتعجبني بزاف صراحه والله، خفيفه خفيفه وسهله الاستعمال، ويمكن تغسليها وتعاوديها كيقول فيها الكارانتي ديال 3 سنين، يعني تستعمليها 3 سنين وما يوقع لها حتى شي حاجه، وكتحيد الجلد الميت. يعني ملي كتبقاي دوزيها راه كتشوفي حتى الجلد كيتقشر، كيتحيد لك هكا، كيتحيد لك بحال الوسخ، راه الجلد كيتقشر. ها نتوما البنات شوفوا النتيجه قدام عينيكم، صراحه واحد النتيجه رائعه، يعني والله ما تخيلت بانها هكا صراحه. راه لو كان كانت يمكن كانت شي ثمن غالي، لان بزاف كنت تقول بصراحه خديت شي حوايج بشحال هادي تقولبت فيهم وما كنزعمش، هادي زعمت عليها لان حتى الشخص اللي خديتها عليه من هنايا في زاكوره مولفه كنشري عليه المواد يعني ديال اللي كنستعمل هكا في ليا ولوليداتي، يعني ديال الدوش بحال الشامبوانات بحال الكريم بحال داكشي
كان وشريتها عليه، وهو اصلا يعني قال لي انا اول زعما شريتها عليه البارح، والبارح قال لي عارف حرا دخلتهم يعني عنده واحد الكميه محدوده، قال لك ما عرفتش واش زعما يعني نسى واش غياخذوها عليه ولا لا، ولكن صراحه كنصحكم بها البنات، النتيجه ديالها رائعه. هانتوما قدام عينيكم جربتها ليكم باش تشوفوا، ما نقدرش نشارك معكم شي حاجه. انا اصلا جربتها كما قلت لكم، راني جربتها وغسلتها ومسحتها ورديتها في الكاخه ديالها غير باش باش نوري لكم يعني كيفاش كتجي هكا في الشكل ديالها وصافي. كنصحكم بها البنات. هانتوما كتشوفوا مني كنحيدو كيبقى داك الشعر هنا لاصق، داكشي علاش كينصحوا باش يعني نغسلوها ونوليو نستعملوها مره اخرى. كنتمنى الفيديو يكون فادكم، واي سؤال البنات بغيتوا تسولوني عليه خليوه ليا في التعاليق، انا غادي نجاوبكم. هادشي اللي كاين، شكرا على هذا المنتوج الرائع صراحه، زويون بزاف عجبني. كنصحكم تاخذوه حتى نتوما، الثمن ديالو مناسب. هادشي اللي كاين، شكرا لكم بزاف على المسانده ديالكم والدعم ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف البنات. نخليكم في هذه الساعه، والسلام عليكم.